الحمد لله رب العالمين الذي جعل من أهل مصر خداما للقرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل مصر أرضا يتلى فيها كتاب الله الكريم، وجعل مصر مقصدا لكل من أراد أن يتعلم القرآن وأن يتدبره. وإننا لنحيي الوافدين من أشقائنا من الدول العربية ومن أشقائنا الأفارقة الذين حضروا هذه المسابقة الكريمة، إنها المسابقة 26 المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والتي أقيمت برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبرعاية من رئيس هذه المسابقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري. إننا ندعو الله العلي القدير ونحن في شهر رجب الكريم أن يحفظ مصر بالقرآن، وأن يحفظنا بالقرآن، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا ونور أبصارنا. اللهم آمين يا رب العالمين. خير بداية لهذه الجلسة المباركة القرآن الكريم يتلو علينا فضيلة المتسابق عبد العزيز شعبان عبد العزيز ما يتيسر له من أي ذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. نحن معكم في هذه الجلسة الاحتفالية للمسابقة العالمية 26 للقرآن الكريم، وهي دورة فضيلة شيخ المقارئ المصرية فضيلة المرحوم الشيخ محمود خليل الحصري عليه رحمة الله، الذي دائما ما أطرب أسماعنا بتلاواته الرائعة للقرآن الكريم. الآن نحن مع كلمة معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة رئيس المسابقة، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وعلى رسل الله أجمعين. فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، الحضور الكريم، يسرني ابتداء أن أتوجه بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تفضله برعاية هذه المسابقة، وهو ما يعطيها قيمة وبعدا كبيرا محليا ودوليا. كما الحقيقة في أثناء ترحيبي بالحضور جميعا أرحب بكل السادة الضيوف والعلماء، والحقيقة أخص السيادة النائبة المحترمة النائبة أماني عزيز عضو وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي حرصها على أن تكون معنا في تكريم أبنائنا من حفظة القرآن لمسة إنسانية وطنية تستحق التقدير. كما أتوجه بكل الشكر والتقدير للسادة المحكمين من داخل مصر وخارجها على ما بذلوه من جهد كبير في سبيل إنجاح هذه المسابقة على هذا المستوى من الشفافية. وأنا سأتحدث في وجودهم، وهم يعني أشقاء أفاضل من مختلف الدول العربية والإسلامية، والحقيقة أؤكد هذا لأن له ما بعده. أنا يعلم الله في أول اجتماع أكدنا أن تكون المسابقة شأن كل أعمالنا في الوزارة،
في منتهى الشفافية والحياد، ويعني نحن نشهد الله ونشهدهم وهم موجودون أمامنا، سواء من المحكمين الدوليين أو المصريين أو حتى من أبنائنا المتسابقين، أن مسابقاتنا كلها تسير على أعلى درجة من الشفافية والنزاهة، بل هي أنموذج للشفافية، حيث تعلن نتيجة كل سؤال إلكترونيا ثم كل متسابق أمام الجميع، فمن وفق فاز بكفاءة واقتدار. والحقيقة لأننا قلت له ما بعده، دفعنا بخمسة من المتسابقين المصريين، وكان الحقيقة بين من نريد أن ندفع به وبين زميله فارق ضئيل يكاد يكون جزء من الألف. يعني أحد المتسابقين كان حاصل على 90%، الثاني 89.9%. فالحقيقة لكننا أصرنا ألا ندفع إلا بخمسة متسابقين فقط، لإفساح الفرصة أمام زملائهم من المتسابقين من مختلف دول العالم. وقلت ويشهد كل السادة وكلاء الوزارة، نحن نؤمل أن ننافذ على مركزين أو ثلاثة على الأكثر، ولكن الحمد لله الخمسة حصلوا كل منهم على المركز الأول في الفرع الذي رشح لها على النحو الذي نسمعه، ولعل هذا يعني يجعلنا نطمئن إلى ما نقوم به مع كل أشقائنا. وكما قالوا القرآن الكريم نزل في مكة المكرمة وطبع في الشام وقرأ في مصر وسيظل يقرأ فيها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ونسأل الله أن يمن علينا بدوام الاستخدام في نعمة خدمة القرآن وأهل القرآن وحفظة القرآن، وأن يجعلنا جميعا لذلك أهلا. ثانيا، حقيقة إن إطلاق اسم فضيلة المرحوم الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله على المسابقة قد زاد من أهميتها وقيمتها وشأنها وقيمة شهادات الناجحين فيها الذين لم يخفوا سعادتهم بزيارتهم للمسجد ورؤيتهم لمقتنيات أو الآثار التي الطيبة التي تركها فضيلة الشيخ رحمه الله. رابعا، أيضا أنا أتوجه بكل الشكر والتقدير لأبناء وزارة الأوقاف الذين بذلوا جهدا كبيرا في الإشراف على تنظيم هذه المسابقة التي بالطبع نظمها لأول مرة هنا في أكاديمية الأوقاف، التي لم يمر على افتتاحها أكثر من 3 أشهر، فكونهم يستطيعون ذلك إقامة وإعاشة وتنظيما وترتيبا، هذا يؤمل بانطلاقة كبيرة لهذه الأكاديمية. ونحن إن شاء الله في انتظار الزميل الفاضل معالي وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، لأن من البشريات أيضا أننا اليوم وصلتنا الرخصة الدولية الترخيص الدولي لمركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف، بحيث يمنح شهادة دولية على مستويات متقدمة، ومنها مستوى التقانة والسوشيال ميديا، وستبدأ الدورة الأولى 60 إماما وواعظة وإداريا يوم الأحد المقبل، بعد أن وصلتنا الرخصة الدولية والمادة العلمية، وسيكون الامتحان دوليا عبر على أونلاين مباشرة، ويتم تصحيحه دوليا، ويحصل الدارس على شهادة موثقة من وزارة الاتصالات المصرية وموثقة دوليا. والمركز الآن يعمل، تعاقدنا على تدريب 1000 إمام وواعظة كدفعة أولى، وبإذن الله مع نجاح هذه التجربة سنؤسس وحدة أخرى تكون مفتوحة لكل المصريين جميعا للحصول على الرخصة الدولية في مجال الحاسبات والسوشيال ميديا من خلال وزارة الأوقاف المصرية. الحقيقة كما أيضا لا يفوتني أن أشيد بدور كل وسائل الإعلام الوطنية التي ساندت بصدق المسابقة، وبين أيدينا الآن سيتم على حضراتكم في نهاية الجلسة
توزيع 3 صحف محترمة تقريبا كل منها أخرج عددا كاملا أو شبه كامل لتغطية هذه المسابقة، وكذلك كل وسائل الإعلام وعلى رأسها الهيئة الوطنية للإعلام التي حرصت على نقل فعاليات المسابقة افتتاحا وختاما على الهواء مباشرة. والحقيقة اليوم أيضا هذه الأكاديمية هي تقوم بجانب هام جدا، وأيضا الحقيقة أشكر الواعظات التي تجشمنا تعبا كبيرا في مساندة هذه المسابقة حضورا واستعدادا، وكنا إلى جانب زملائهم من الأئمة وقيادات الأوقاف. ومما أسعدني أن الدورة الأولى رغم دقة الامتحانات وأنها تأتي في عمق التجديد الديني أن نسبة النجاح بلغت 100% رغم دقة الامتحان ودقة التصحيح وصعوبة الأسئلة وحداثتها وعصيتها. وعلى سبيل المثال حتى يدرك كيف كان أردنا أن نتحول من الحفظ والتلقين إلى الفهم، فمثلا كان ضمن أسئلة الحج كان سؤال كيف تطبق القواعد التالية على فقه الحج؟ قاعدة الملحق بالشيء يأخذ حكمه، قاعدة الغالب يأخذ حكم الكل، قاعدة المشقة تجلب التيسير، مما يعني أن الدارس أو الدارسة الإمام أو الواعظة لابد أن يفهم القاعدة وأن يفهم كل ما يتصل بفقه الحج، ثم يسقط أو ينزل القاعدة على فقه الحج في ضوء الواقع المعاصر. وهذا كان نمط الأسئلة، ومع ذلك بلغت نسبة النجاح 100% لأننا اخترنا من يلتحق بالدفعة الأولى بعناية بالغة. واليوم بإذن الله تعالى أيضا لأن التدريب لا يسير فقط في الأكاديمية، نحن الآن في مركز التدريب بمسجد النور، يوم الخميس القادم لدينا دورة كبيرة في الإسكندرية، كان يوم الأحد والإثنين نقيم دورة تدريبية حول المواطنة والتوعية السكانية في محافظة المنيا. إن شاء الله كما قلت الخميس والجمعة والسبت من الأسبوع المقبل دورة تدريبية حول الملتقى الرمضاني والقضاء التي وفق الصيام. الآن هناك دورة لـ200 إمام يتم التدريب الأئمة الجدد. نحن نعمل على مسارات متعددة. كم من ضمن ما سنكرمه اليوم أننا قمنا بعمل عدد من الدورات المتخصصة في كل المجالات، وكان هناك عدد كبير جدا من المتقدمين في الدورات. اخترنا مراعاة للوقت 3 فقط من أوائل بعض الدورات بهيئة الأوقاف المصرية، لأننا لا نقف عند التدريب الدعوي، وإنما كانت هناك دورات في القانون وفي الاقتصاد وفي الإدارة وفي المحاسبة وفي مجال المعلومات. واليوم نكرم 3 من أوائل الفائزين. ثم أننا أيضا أقمنا عدد من المسابقات بالتعاون مع بعض الهيئات الإعلامية، منها مسابقة وزارة الأوقاف وصحيفة الجمهورية التي استمرت لمدة شهر كامل بمناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نهاية اللقاء سنكرم 2 من أوائل الفائزين في هذه المسابقة، ونعد أيضا مع صحيفة الجمهورية وإن شاء الله بإذن الله ننسق مع الهيئة الوطنية للإعلام لمسابقة عالمية وليست محلية في الثقافة الإسلامية تنطلق خلال شهر رمضان، لتكون مسابقة الدينية الكبرى خلال شهر رمضان داخل مصر وخارج مصر إن شاء الله. مرة أخرى أشكر كل السادة المحكمين وكل السادة الضيوف، وبتمنى لأبنائنا من المتسابقين، والحقيقة كنا في حيرة شديدة من نختار من شدة التقارب الدرجات، لدرجة أنني عند أحد الفروع وهو الصوت الحسن وجدت أن الأولاد في حالة شديدة التميز، وكنا قد خصصنا 1,020,000 جنيه فزدنا جائزة أخرى استثنائية كانت من نصيب الطالب السنغالي. والحقيقة برضو أختم بكلمة أختم بها، دايما احنا يمكن كتبت اكثر من مقال عن افريقيا وانها وفي ظل آسة مصر للاتحاد الافريقي، وطبعا السادة المحكمون موجودون معنا، كان احد السادة المحكمين من المملكة العربية السعودية
والزميل من لبنان والزميل من الأردن والزميل من السودان، يعني ما فيش عصبية الأفريقية. ومع ذلك 80% من الفائزين 80% من قارة أفريقيا. ده بيأكد أن الله سبحانه وتعالى يعطي هبته لمن يشاء، وأنك تجد أحيانا بعض المتسابقين لا يحسن جملة أو جملتين أو عدة جمل في الحديث العادي، لكن حفظه وأداءه للقرآن الكريم بفضل من قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يحفظ أفضل من أبنائنا أو مثلهم أو لا يقل. وده بيأكد إن إن شاء الله في ظل رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي، قلنا إن إفريقيا قادرة على النهوض، قادرة على المنافسة في كل المجالات، وإن الله عز وجل لم يخص بالعلم ولا بالشعر ولا بالبلاغة ولا بحفظ القرآن ولا بالأدب ولا بشيء قوما دون قوم، إنما اقتضت أسبابه أن يعطي من يجتهد وأن يعطي من يعمل، وهذا فضل الله عز وجل. فالإنسان فضل الله أن يعطي، فلا يعتمد أحد على شيء إلا على الله ثم على الإخلاص له. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله لئن جاءت الأعاجم بالأعمال وجئنا بلا عمل لهم أولى بمحمد صلى الله عليه وسلم منا يوم القيامة. وهذا عندما طالب سيادة الرئيس بتجديد الخطاب الإنساني، قلنا أن يتعامل الناس بلا تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق، فلا فضل لعربي على أعجمي ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب، الناس من جهة الآباء أكفاء، الناس من جهة الآباء أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. ويقول شوقي مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: وأقمت بعدك للعباد حكومة، وأقمت بعدك للعباد حكومة لا سوقة فيها ولا أمراء، الله فوق الخلق، الله فوق الخلق فيها وحده، والناس تحت لوائها أكفاء متساوون. مفهوم الخطاب الإنساني أن نبحث عن الخير والسلام والأمن للناس جميعا، لا نفرق بين الناس على أساس عرقهم أو قبيلتهم أو لونهم. إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم فأخلصوها لله. مفهوم الخطاب الإنساني أن نعمل على المشترك الإنساني الذي يحقق خير البشرية وسعادتها جميعا جميعا، وأن نحل خطاب السلام والرحمة والمودة والإنسانية محل كل خطابات العنف والكراهية والبغضاء. نكل أمر الناس في أخراهم، في أمر أخراهم إلى الله عز وجل، ونتعاون في أمور دنيانا بما يحقق الخير للجميع. وقد قالوا: لا ترفض الناس جملة فيرفضوك جملة، والإقصاء يولد الإقصاء المضاد. وقد أخرجنا حديثا كتابا هاما حول الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، نؤكد على أهمية اعتماد منهج الحوار بديلا للصدام والقتال والاحتراب، مؤكدين أن البشرية لو أنفقت على التنمية معشار ما تنفق على الحروب لتغير وجه البشرية جمعاء. هذه أخلاق القرآن، وهذا ما تعلمناه من القرآن، وهذا منهج القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لمعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أن نقرأ القرآن فهذا عمل طيب نثاب عليه، أن نحفظ القرآن فهذا عمل جميل رائع نثاب عليه أيضا، ولكن تبقى المسألة أن نتدبر معاني القرآن، وأن يكون القرآن سلوكا لنا في حياتنا. وكلنا نذكر أن أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قرآن يمشي على الأرض،
وكان يصفه رب العزة تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. كلمة الأستاذ الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وكماله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيد خلق الله أجمعين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أنت لله حبيب، وإذا سجدت على الأرض فاحت مسكا وطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف المحترم، أيها العلماء الأجلاء، أيها الأبناء الأعزاء، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنيئا لمن قرأ القرآن، وهنيئا لمن يعلم القرآن، وهنيئا لمن حفظ القرآن، فالكل داخل في معية خيرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهنيئا لهؤلاء جميعا، وهنيئا لمن ساهم في هذا، وهنيئا لمن تطوع ولو بكلمة واحدة في حفظ القرآن، لأنه يكون من أهل القرآن. أهل القرآن نأمن جانبه، ففكره مستقيم وعقله قويم ولفظه محسوب وعمله يرضي الله عز وجل. ولذلك لا نجد بين حفظة القرآن من يفكر تفكيرا أعوج، ولا من يتكلم كلاما أهوج، وإنما العقل كل العقل، حتى يظل هذا الحافظ إلى أن يموت دون ملل أو تغير في عقله أو في لسانه أو في فكره. ولذلك أشكر وزارة الأوقاف ومعالي الوزير، والشكر الأصلي لقائد هذه الأمة على أن نظل جميعا في خدمة هذا القرآن، يقوم اللسان ويجعل الإنسان في فكر مستقيم دائما، خدمة لنفسه وخدمة لأهله وخدمة لوطنه. وهذا بيت القصيد: نحن الآن في حاجة إلى هؤلاء الحفظة، نحن الآن في حاجة
إلى من يمنع الفتنة. نحن الآن في حاجة إلى من يمنع التفكير الأسود الأعمى. لا تطرف عند حافظ القرآن ولا عند أهله، لا تطرف على الإطلاق، ولا إرهاب ولا تشدد ولا تعصب. هذا هو حافظ القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيمنا جميعا في خدمة هذا البلد الآمن المطمئن بإذن الله تعالى. وقد ذكرني القارئ بشيخنا الشيخ الحصري، وأنا أطالب معالي وزير الأوقاف والقائمين على مسجد الحصري أن ننمي هذه المدرسة. رحم الله الشيخ الحصري، فقد علمنا أن نسمع بإتقان ودقة ورقة مع كتاب الله، كل ألفاظه واضحة حتى لا يحتاج من يستمع للشيخ الحصري، لا يحتاج إلى بيان أسمى من هذا البيان. ولذلك أوصي بالحفاظ على هذه المدرسة القويمة السليمة، الحروف تخرج من مخارجها والبيان ظاهر وواضح في قراءة هذا العالم الجليل الذي سما بصوته وقرآنه عنان السماء. رحم الله الشيخ الحصري ورحمنا جميعا من كل سوء. معالي الوزير، الحضور الكريم، نحن في حاجة إلى أن نقف وقفة واحدة هي التضامن والتكافل مع قيام هذه الدولة الحديثة. علينا أن ننشر السماحة القرآنية والرحمة القرآنية. حينما يتلو القارئ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي إرهاب؟ لا إرهاب في الإسلام على الإطلاق، ولا تعصب ولا تطرف على الإطلاق، ولكن سلام ورحمة وعدل ووئام وحب، هذا هو الإسلام. علينا أن نتضامن جميعا في نقل رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين. هذه مسؤوليتنا نحن العلماء. هذه الوجوه الطيبة عليها أن تتحمل المسؤولية، وأعي يقينا أن معالي الوزير يقوم بهذه المهمة في أحسن حال. وإن كنا في حاجة يا معالي الوزير إلى زيادة في هذا الأمر. الحقيقة أنا انتقلت من بلد إلى بلد، من فرنسا إلى السويد إلى سويسرا إلى كل العالم الغربي. ذهبت إليه من أجل أن يعلم أننا باب الرحمة، أننا الرحمة بعينها، وأننا الإخلاص، وأننا السلام، وأن مصر بلد الأمن والأمان، بلد الأزهر الشريف. هؤلاء العلماء كلهم قد تخرجوا على أعيننا وعلى رؤوسنا، هؤلاء الحفظة من أي بلد كانوا. فإن كان نهر النيل يخدم بلادا معينة، فإن القرآن نهر يخدم العالم كله بهدايته. هذا القرآن العظيم حينما يستمع الإنسان ويتقن وينصت لقول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون،
الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. حينما يستمع الإنسان بإنصات هؤلاء الحملة، هؤلاء الحفظة، لا أظن إطلاقا أن يأتي منهم أي ضرر أو سوء. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأني؟ نحن في حاجة إلى هؤلاء الحفظة. بارك الله فيكم جميعا، وبارك في من كان سببا في هذا المقام. وإن كنت لا أستطيع أن أتكلم بعد معالي الوزير وبعد أن أتى بالحديث كله، فبضاعتنا ليست بالرائجة. أسأل الله سبحانه وتعالى، وتسألون معي، اللهم احفظ مصر من كل سوء، اللهم احفظ مصر من كل سوء، اللهم احفظ مصر من كل سوء، قيادة وحكومة وشعبا وأفرادا، واعدها يا ربنا يا مولانا وأنت القادر على كل شيء ببركة القرآن وحفظه وأهله، أعدها إلى مقامها العربي والإسلامي والإفريقي والعالمي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. شكرا سيادة النائب الأستاذ الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة شؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب. الآن حان وقت التكريم. أولا المكرمون من الفائزين: الفرع الأول الحفظ وتفسير القرآن الكريم وفهم مقاصده. واحد رأفت عبد الستار سيد أحمد، الدولة مصر، الجائزة 180,000 جنيه زائد مصحف وشهادة تقدير. ثانياً عمر عبد الكريم خليل الزغبي، الأردن، الجائزة 120,000 جنيه زائد مصحف وشهادة تقدير. ثالثاً عبد الباسط حلو صوصول، الدولة تشاد، الجائزة 90,000 جنيه زائد مصحف وشهادة تقدير. الفرع الثاني الحفظ والصوت الحسن والتجويد. أولا عبد الرحيم محمد علي إبراهيم حامد، مصر، الجائزة 150,000 جنيه زائد مصحف وشهادة تقدير. ثانيا عبد العزيز شعبان عبد العزيز، الدولة مصر، الجائزة 120,000 جنيه زائد مصحف وشهادة تقدير. ثالثا عبد العليم عبد الرحيم محمد، الدولة كينيا، الجائزة 90,000 جنيه زائد مصحف وشهادة تقدير. رابعا محمد مصطفى نيانج، السنغال، الجائزة 80,000 جنيه زائد مصحف وشهادة تقدير.
خامسا محمد صفان ابن سفر سريلانكا مصحف وشهادة تقدير. سادسا ماهر عواف عطية الثمالي المملكة العربية السعودية، الجائزة مصحف وشهادة تقدير يتسلمها عنه الأستاذ أحمد ابن عمر البراك ممثل الأمانة العامة للمسابقات. الفرع الثالث الناشئة، أولا سارة محمد محمد زكريا مصر، الجائزة 120,000 جنيه زائد مصحف وشهادة تقدير. ونحيي سارة، سنها صغير وتحفظ كتاب الله الكريم. ثانيا أحمد جمال السيد حشيش الدولة مصر، الجائزة 80,000 جنيه زائد مصحف وشهادة تقدير. كل التحية لأحمد. ثالثا عبد الله تشحكيف روستوم من روسيا الاتحادية، الجائزة 70,000 جنيه زائد مصحف وشهادة تقدير. رابعا زياد محمد مصطفى الدولة مصر مصحف وشهادة تقدير. ثانيا السادة المحكمون الضيوف، الشيخ الوليد ابن خالد ابراهيم الشمسان السعودية، ويتسلم شهادة التكريم الدكتور فهد بن سليمان الخليفة الأمين العام للمسابقة المحلية والدولية بالمملكة العربية السعودية. ثانياً الدكتور حاتم جميل محمود السحيمات الدولة الأردن. ثالثاً الدكتور يوسف النعيم يوسف محمد السودان. رابعاً الدكتور علي محمد حسين الغزاوي لبنان. خامساً الدكتور سعيد إبراهيم سعيد داود فلسطين. ثالثاً السادة المحكمون المصريون، الأستاذ الدكتور جمال فاروق. ثانياً الشيخ حلم الجمل. ثالثاً الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. رابعاً الشيخ محمد صالح حشاد. خامساً الشيخ سراج الدين محمد سليمان. رابعاً أوائل بعض الدورات التأهيلية بهيئة الأوقاف المصرية، أولاً سارة محمود حسن
ثانيا هدى غانم ثابت. ازيك يا سارة؟ ثالثا جمال الدين فكري عبد الله. خامسا أوائل الفائزين في مسابقة الأوقاف والجمهورية الدينية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وندعو الأستاذ فريد إبراهيم نائبا عن رئيس تحرير الجمهورية للمشاركة في توزيع الجوائز. أولا السيد عبد القادر حسن عبد القادر. بالمناسبة في جملة، احنا كنا عاملين المسابقة وعادة تنظيم إجابة، الأستاذ عبد القادر عمل المسابقة في بحث شديد التميز، وكان عدد حصل على نتيجة 100% في المسابقة، 100% في المسابقة. تفشل يا سبب مداع، يعني عفوا مداعا في شركة خزي شبين الكوم، يعني مش تخصص خطاب ديني، لكن عمل بحث محترم وحصل على درجة 100%. بنتمنى له التوفيق. ثانيا السيد علاء الدين محمد محمد جادو. وبهذه المناسبة نختم بكلمة موجزة للأستاذ فريد إبراهيم نائبا عن رئيس تحرير الجمهورية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أحدثكم باسم مؤسسة الجمهورية للصحافة في مصر، وهي المؤسسة التي أصدرت أول جريدة دينية في مصر، وهي عقيدتي تصدرها صحيفة قومية. فقد كان هناك صحيفتان دينيتان حزبيتان، أما الصحف القومية فهي الأولى التي صنعت ذلك. وجريدة الجمهورية من أوائل الصحف التي اعتمدت المسابقات وسيلة للتثقيف، واعتمدت لها مبالغ كبيرة على مدى تاريخ طويل. وقد تعلمون أننا قمنا الرحلة 47 لأوائل الثانوية العامة هذا العام، العام المنصرم، وكذلك الرحلة 6 لأوائل الثانوية الأزهرية. وقد شرفت بأن كان موضوع الثانوية الأزهرية هو اقتراحي على مدى السنوات الماضية. إذن فجريدة الجمهورية تؤمن ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وعندما تولى الوزير الأنشط الدكتور محمد مختار جمعة عمله الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، قمنا بالتعاون معه، وجدنا من نجري معه ونتعاون، فكانت هذه المسابقة المشتركة الذي أعاننا فيها معالي الدكتور شديد العون، وكان متحمسا شديد التحمس. وأستطيع كقارئ للفكر الديني أن أقول أنه أقحم نفسه لإصلاح كثيرون تخلى عنه وشعروا بأنهم في غنى عنه، فصنع عدة كتب، أصدر عدة كتب
أدعو كل من يريد أن يتثقف ثقافة جديدة ويقف على قواعد ينطلق منها أن يقرأها. وقد وصفت كتابه الذي أصدره بإشرافه ومجموعة من العلماء بالكتاب الذهبي، وهو الكتاب الذي يتحدث عن الحج، لأنك تستطيع أن تذهب بهذا الكتاب في صحبتك دون أن تسأل أحد. في الوقت الذي صدرت عدة كتب في نفس التوقيت تدخلك في المتاهات، وأصدر كتاب قواعد الفقه التي لا غنى عنها لمثقف في الفكر الديني، ولا غنى عنها لإمام، ولا غنى عنها لمن يتصدر لهذا العمل. وأعتقد أنه يعد لإصدار كتاب في أصول الفقه. فأحيي الوزير وأحيي وزارة الأوقاف، وجريدة الجمهورية قررت أن تمنح الأوائل المسابقة اشتراكا سنويا فيها في هذه الجريدة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أستاذ فريد إبراهيم. علامة تختم وزير الاتصالات وصل، هيحضر الافتتاح عقب. أكمل كلام؟ تحب أكمل؟ بقي أن ننوه أن معالي وزير الاتصالات الأستاذ الدكتور عمرو طلعت حضر إلى أكاديمية الأوقاف لافتتاح مركز الحاسب الآلي بالأكاديمية بعد اعتماده دوليا، وهذه شهادة يعتز بها الجميع في الأوقاف وفي غير الأوقاف. الآن أنتم على موعد مع صورة تذكارية مع معالي وزير الأوقاف ومع معالي الأستاذ الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب. وهنيئا لكم بتكريم آخر كبير ستحصلون عليه في ليلة القدر من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. هنيئا لكم بالتكريمين، تكريم الأوقاف وتكريم سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي راعي المسابقة 26 المسابقة العالمية للقرآن الكريم دورة فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. هنيئا لكم في الدارين الأولى والآخرة يا حفظة كتاب الله. كانت هذه الجلسة الختامية لهذه المسابقة التي رعاها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ورأس فعاليتها معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. نشكركم ونرجوكم أن تدعوا لمصر بالتوفيق والنصر والنجاح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.